السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. وهذه قبلة على رأس كل واحد حذر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، قولوا آمين. والله صراحة الأجواء من جو يعني أجواء جلوس، يعني صراحة الواحد لما جاء وشاف هذه الوجوه الطيبة متحمس، حتى تمنيت إني جبت بلبس رياضة يعني من الحماس. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم دنيا وآخرة، قولوا آمين. أتعبتوا من بعدكم يا أهل البحرين، أتعبتونا، ما عاد نقدر نسوي ملتقيات مثل هذه الملتقيات. فين الشيخ سلمان؟ الشيخ سلمان فين؟ الإخوان في جمعية، ما عاد نقدر نسوي ملتقيات، حتى لو بنسوي ما بيجون نجوم مثل النجوم اللي حاضرين اليوم، مثل هذا الحضور الطيب المبارك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا إن دل على أن هذه البلد مبارك، بلد طيب، أهل محبين للخير، محبين لمجالس الذكر، محبين للإيمان. وجزى الله أهل البحرين فردا فردا، الكبير والصغير، خير الجزاء على هذا الملتقى. والله العظيم أنه فخر لي وشرف لنا أن نكون في هذا المكان ونوقف أمام هذه الوجوه الطيبة في هذا البلد اللي أنا ما أعتبره يعني بلد غريب علينا. هذا محلنا وهذا بلدنا وإحنا بين أهلنا وناسنا. فشكرا لكل من حضر من الرجال والنساء، وشكر خاص لسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان على حضوره على تشريفه لنا في هذه الليلة الطيبة المباركة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى من الجنة، قولوا آمين. وإحنا صراحة إن شاء الله نوعدكم ما راح نطول عليكم، إحنا ما بنطول عليكم ونتعبكم أكثر. أنا عارف إن الناس حاضرين من بعد صلاة العشاء والآن تقريبا لهم ساعة أو ساعة ونص في هذا المكان، عشان كذا أنا والشيخ نوعدكم ما راح نطول عليكم، 5 ساعات وحنا مخلصين بإذن الله. 5 ساعات نزيد كمان؟ ما شاء الله، شكله موزع عليكم ريد بول قبل المحاضرة. وزعت عليهم ريد بول يا شيخ سلمان؟ ما شاء الله متحمسين، أقول لهم 5 ساعات يقول زيد. الله يجعلنا وإياكم ممن يفرح بذكر الله. ترى يا حبيبي الغالي يا أختي المباركة، إذا وجدت نفسك تقبل على مجالس الذكر وتحب القرآن وتحب مجالس الإيمان، فقل الحمد لله، هذه نعمة، هذا دليل على أنك أنت طيب، هذا دليل على أنك أنت مؤمن، دليل على أن الله عز وجل جعلك شيخ تفرح بمثل هذه المجالس. فقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله عز وجل اللي اختارنا اليوم. كم في البحرين؟ كم في البحرين؟ كم عدد سكان البحرين؟ كم؟ 1 مليون؟ 2 مليون؟ كم اللي حضروا اليوم؟ اللي حضروا 2000؟ 3000؟ 4000؟ أنت اختارك الله من بين أكثر من 1 مليون نسمة في البحرين عشان تجلس هذا المجلس يذكرك الله وتحفك ملائكة الرحمن. ترى ما جينا، شوفوا أنا ما جيت من جدة والشيخ منصور، وإنتم ما جيتم للبحرين وجيتم في الحديقة هذه المباركة وجلستم هذا المجلس بشطارتك ولا برجلتك ولا بفلوسك ولا بمالك ولا بحسبك ولا نسبك، الله اختارك. قل الحمد لله. وأبشركم بشارة، قولوا بشر. شيخ نايف، أبغى أبشر الحضور ببشارة. الحين جينا في شغل الصكصكة، أنا قلت ببشرهم، أنا قلت مين اللي قال ببشر أول، أنا ولا هو؟ الجمهور يختار مين يعني. ها، السلام عليكم ورحمة الله. تعال تعال، إيش هذا طردة؟ هذه طردة غير مباشرة يعني. يا أخي أنت أنا وأنا أنت، الله أكبر، جسدين بروح واحدة إن شاء الله. أبشرهم بشارة أبو تميم، تفضل. أن الله عز وجل يا إخواني يذكرنا في الملأ الأعلى عنده، الله أكبر، يذكرنا عند جبريل، عند ميكائيل، عند إسرافيل، عند ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله جل وعلا يقول في القرآن: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله عز وجل في سورة الأحزاب ينادي أهل الإيمان، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ
ذكره الله في ملأ خير منه. يا أخواني أبشركم بشارة، قولوا بشر. بشر. قد يأتي يوم، يجي يوم علينا ونجتمع، بس مو في حديقة خليفة الكبرى في الرفاع، لا، راح نجتمع. قد يأتي علينا يوم ونجتمع في الجنة على أنهارها وفي قصورها وفي بساتينها، ومو بس نجتمع، يقبل بعضنا على بعض، أنا أجي وإنت تجي والشيخ منصور، وكلنا نقبل على بعض ونسأل بعض سؤال، إيش اللي دخلنا الجنة؟ فقد يكون الجواب، قد يكون الجواب هذه الليلة في ملتقى ربيع الإيمان. الله أكبر. لأن يا أحبابي يا إخواني ويا أخواتي أبشركم بشارة، الملائكة، الملائكة، الملائكة الآن موجودة. وين موجودة؟ في الرفاع، بالتحديد في حديقة خليفة الكبرى. واحد يقول الله 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 يا شيخ، تعلم الغيب ما شاء الله وتشوف الملائكة وتعرف إن الملائكة موجودة. والله يا إخواني أنه ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة. لله، كما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم، لله ملائكة طوافون قاعدين يطوفون الأرض، يبحثون عن ماذا؟ عن حلق الذكر، مجالس القرآن، مجالس الإيمان. فإذا وجدوا مجلس مثل هذا المجلس التفوا حوله ونادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيلتفون حول هذا المجلس إلى علان السماء، وتغشاكم الرحمة وتنزل عليكم السكينة ويذكركم الله في من عنده، ثم يقال لكم في نهاية هذا المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم إلى حسنات. إذا أكرمنا الله دخلنا الجنة، ممكن هذا المجلس مثل ما قلت لكم يكون سبب لدخولنا الجنة، بل الفردوس الأعلى من الجنة. كم واحد وكم واحدة حضر اليوم بقلب وراح يخرج من هذا الملتقى بقلب غير القلب اللي دخل فيه؟ كم من واحد وكم من واحدة اليوم الله سيكتبهم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة ببركة القرآن ومجالس الإيمان؟ كم من واحد وكم من واحدة موجودين الآن معنا قد يحرم الله أجسادهم على النار من هذه الليلة؟ كم من شاب وكم من فتاة بعد هذا اللقاء سيكتبها الله عز وجل من أهل الهداية والسعادة في الدنيا إلى لقاء الله؟ والله يا أخواني كان عندنا لقاء في جدة، اسمعوا لهذه القصة، كان عندنا لقاء في جدة في مكان مفتوح زي هذا المكان، وجات الرسائل، اللقاء هذا كان يوم جمعة بعد صلاة العشاء، فجات الرسائل في البلاك بيري، في الواتساب، في تويتر، في الانستغرام، في جلسة ذكر، في محاضرة، في لقاء. فجاءت هذه الرسالة في البلاك بيري، الشاب في المرحلة الثانوية، في سنة ثانية ثانوي أو في ثالثة ثانوي، شاب أمه تشتكي منه، أبوه يشتكي منه، هو قاعد يشتكي من حاله، يشتكي من نفسيته، مو هو مرتاح في حياته، لأن حياته كلها شهوات وملذات. فلما جاءت الرسالة على الجوال قرر قرار داخلي، أنا لازم أحضر. جاءت الرسالة متى؟ جاءت الرسالة بعد صلاة الجمعة، بأن بعد صلاة العشاء في لقاء، قرر أن يحضر. بدأ يدق على أصحابه، يا شباب من يروح معايا؟ من يوديني؟ أنا ما عندي سيارة. طبعا أصحابه كلهم أصحاب حفلات وشهوات، مو محقين مجالس ذكر، ويوم جمعة ليلة سبت ما بيتركون السهرة والفلة والونسة ويروحون يشوفون نايف الصحفي. صراحة جاء صلاة المغرب ما لقي سيارة، المكان يبعد عن بيتهم 8 كيلو أو 7 كيلو، قال في نفسه والله لأروح للمحاضرة لو مشي، لو على رجولي لأروح. والله يا أخواني هذا الشاب
عمره 17 أو 18 سنة. يقول مشيت بعد صلاة المغرب صلاة العشاء، وصلت جنب المكان اللي فيه المحاضرة، صليت صلاة العشاء، انتهيت من الصلاة، يقول رحت المكان الفعالية المحاضرة الملتقى وجلست، وبدأ يسمع قال الله قال الرسول. يا أخواني، الله يقول من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. الإخوان والأخوات اللي حاضرين، أسألكم سؤال: كم شبر بين بيتك ومكان الملتقى؟ كم ذراع بين بيتك وبين الحديقة اللي انت فيها الآن تسمع ذكر الله؟ كم باع بينك وبين مكان الملتقى وجيت؟ انت تتقرب لله شبر، الله يتقرب منك ذراع. انت تتقرب ذراع، الله سبحانه وتعالى يتقرب منك باع. انت تيجي تمشي، الله سبحانه وتعالى يأتيك هرولة. جلس هذا الشاب في المحاضرة، بعد المحاضرة يا إخواني ويا أخواتي، قذف الله عز وجل في قلبه نور الإيمان والهداية، والله بعد سنتين من هدايته حج معي أنا وأخوي الشيخ منصور السنة هذه في حملة حج. والله يا إخواني أن هذا الشاب بعد سنتين من هدايته يحفظ القرآن كامل. إذا قرأ القرآن تسمع مزمار من مزامير آل داود. يقول هذا الشاب أخذت أشهر أشهر أشهر، كل ما أروح الحلقة القرآن بعد صلاة المغرب وأرجع إلى بيتنا بعد صلاة العشاء، أمي لما تشوفني راجع من المسجد راجع من الصحبة الصالحة من القرآن، أخذت أشهر كل ما تشوفني داخل عليها تبكي فرح. أم فرحت بتغيره بهدايته. هذا فرح مين؟ فرح أمه. كيف فرح الله عز وجل بتوبته؟ فهنيئا لمن أقبل على الله. ومثل ما قلت يا شيخ منصور، بإذن الله نتذكر هذا المجلس فين؟ الجنة. في دليل؟ الله عز وجل يقول في سورة الطور: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من هم؟ أهل الجنة، الله يجعلنا منهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يا أخونا محمد هذا اللي حج معانا، والله يكلمنا يا إخواني، يقول أنا كنت عايش وماني عايش، كنت جسد بلا روح، فعندما أتى القرآن في قلبي وعشت حياة كريمة مع الله عز وجل وتمسكت بالقرآن والسنة أصبح لي روح، أصبح صرت أحس بالحياة. والله يا إخواني أني تذكرت من كلامه قول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. من كلام أخوي محمد تذكرت قول الله عز وجل: الذين آمنوا
وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. من كلام أخويا محمد وتغيره تذكرت قول الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هدى الله، كلام الله. إذا قربت من القرآن، إذا أصبحت تسجد وتركع بين يدي الله، راح تشعر بقيمة هذه الحياة. والله يا أخواني، قبل سنين أذكر حضرت لقاء مثل هذا اللقاء، وبعد أيام من هذا اللقاء يتصل بشاب من شبابنا، قال لي: يا شيخ والله إني أحس بضيقة في قلبي، وحشة في صدري، أحس حياتي كئيبة، أشعر وكأن الدنيا كلها فوق رأسي. طبعا يا أخوان، والله تعودت على هذه الكلمات من كثير من شبابنا وبناتنا، إما باتصال وإما برسالة، يشتكون الهم، يشتكون الغم، يشتكون الضيق والنكد والكدر. قلت لهذا الشاب: تسمح لي بسؤال واحد بس، سؤال واحد. قال لي: تفضل. قلت له: أسألك بالله، كيف حالك مع الصلاة؟ تدرون ايش قال؟ قال لي: والله لي 3 سنوات ما ركعت لله ركعة. إخوان، أخوات، والله إذا ما كان في حياتنا اتصالات، مو اتصال، إذا ما كان في حياتنا اتصالات متنوعة بالله عز وجل يوميا، لن نشعر بقيمة الحياة. إذا ما كان صوتك مسموع على طول، يسمع صوتك في السماء، إما بتلاوة قرآن، إما بصلاة، إما بصدقة، إما ببر والدين، إما بمجالس ذكر وإيمان، والله لن تشعر بقيمة الحياة. أنا أكاد أجزم وأقسم إن الآن إحنا تقريبا لنا من يوم بدينا أنا وأخوي الشيخ منصور نقرأ كلام الله، ومن يوم بدأنا معكم نذكر كلام الله، ممكن ما لنا تقريبا 15 دقيقة أو 20 دقيقة. لكن تعالوا خلونا نكون صريحين مع بعض، 15 دقيقة هذه أو 20 دقيقة اللي قعدنا نسمع فيها كلام الله، نسمع فيها قال الله قال الرسول، 20 دقيقة هذه اللي تحفنا ملائكة الرحمن إلى عنان السماء، 20 دقيقة هذه اللي الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات مطلع علينا وإحنا في هذا المكان، كيف نفسياتنا؟ كيف قلبك الآن؟ كيف حالك؟ والله أجيب عنك، والله إنك بدأت تشعر بشيء من السكينة، بدأت تشعر بشيء من الراحة، بدأت تشعر بشيء من طعم الحياة مع الله سبحانه وتعالى. في كم؟ في 20 دقيقة. تدري ليش يا شيخ نايف؟ لأنه مؤمن، وربي جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لأنه مؤمن، وربي جل وعلا يقول عن أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا
وعلى ربي يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أما الذين ابتعدوا عن المساجد وابتعدوا عن كتاب الله عز وجل فوالله إنهم يشعرون بضيقة عظيمة، لأن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا إخواني والله في آية في سورة الإسراء كلما أقرأها تأثر كثير. ومن كان في هذه أعمى أعمى إيش معنى أعمى؟ أعمى عن ذكر الله، أعمى عن المساجد، أعمى عن كتاب الله، أعمى عن بر الوالدين، أعمى كعموم عن طاعة الله عز وجل. هو يبصر للمعاصي، هو يبصر للذنوب، هو يبصر للمحرمات، للزنا، للفواحش، مقبل إليها. أما الطاعات فهو أعمى. الله عز وجل يقول ومن كان في هذه أعمى في الدنيا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لذلك يا أخوان جاء الوقت اللي نبصر فيه طريق الهداية، طريق الإيمان، طريق الخير. كلنا يا أخوان ويا أخوات مقتنعين بأن سعادتنا مع رب العالمين، بأن ديننا هو عزنا، بأن إيماننا هو سبب سعادتنا. لذلك يا أحبتي هذا الهدف من مثل هذه اللقاءات أن نقوي بعضنا. أنا أقول يا إخواني آن الأوان أن نقول يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا. يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا يجعل له من كل ضيق مخرجا. يا إخواني بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، بلال بن رباح يا أخوان ما عنده شيء من الدنيا، ما عنده شيء من متاع الدنيا، بل كان رضي الله عنه وأرضاه عبد حبشي مملوك لا يملك حتى نفسه التي بين جنبيه. أسلم وآمن وأصبح مع محمد صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن، فعلم كفار قريش بإسلامه، فقالوا ما بقي إلا هذا العبد الحبشي يسفه آلهتنا ويترك ديننا. فبدأوا جردوه من ملابسه
وسحبوه في رمضاء وحرارة مكة في عز الظهيرة، ووضعوا الصخرة على صدره وبدأوا يجلدونه ويضربونه ويقولون له: أترجع عن دينك؟ وهو يقول لهم: أحد أحد، أحد أحد، أي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهم يزدادون عذاب ويزدادون ضر وجلد، حتى أعتقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فسأله الصحابة: يا بلال، كنت تجلد وتضرب وأنت لا تزيد على أن تقول أحد أحد، كيف صبرت؟ كيف ثبت؟ فقال لهم: لقد مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فكنت لا أشعر بشيء. والله الذي لا إله إلا هو، إحنا محتاجين نذوق هذه الحلاوة اللي ذاقها بلال. لي الآن كثير من شبابنا راكب أحسن سيارة ولبسوا ماركات وسفريات وحفلات وشهوات، وفي النهاية يقول لك زهقان طفشان. لي الآن انتشر في أوساط شبابنا وبناتنا، كل يوم والثاني نسمع في وسائل الإعلام: شاب انتحر، فتاة حاولت الانتحار. سؤال: هل ينقصهم شيء من شهوات الدنيا؟ والله ما ينقصهم شيء من شهوات الدنيا. إيش ينقصهم؟ ينقصهم اتصال برب الأرض والسماء. إحنا محتاجين إيمان، محتاجين قرآن، محتاجين نطول سجود. ما من حالة، اسمع لهذا الحديث، ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إحنا محتاجين هذا القرب. أنا، أنت، كلنا محتاجين نقرب، نقرب من الله، نكون مع الله سبحانه وتعالى، نتلذذ في هذه الحياة الدنيا بالقرب من الله عز وجل. يا إخواني، الله عز وجل يقول: ومن الليل، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فمن أجل ذلك يا أخوان نريد فعلا أن نقترب من الله عز وجل. يقول ابن مسعود: من صلى بينه وبين الله عز وجل فإنه يتكلم مع الله، ومن قرأ كلام الله فإن الله يكلمه. العبد إذا صلى بين يدي الله وقال الله أكبر ثم قال الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يقول لهذا العبد: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، الله عز وجل يقول: مجدني عبدي. إذا قال العبد مالك يوم الدين، الله عز وجل يقول: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: ذلك بيني وبين عبدي. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله: ذلك بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. يا إخواني، والله أعظم هداية وأعظم شيء لمن الله عز وجل يرزقك الهداية. الإنسان إذا دخل الجنة
يتذكر وهو في الجنة أعظم نعمة أنعم الله عز وجل إليه في الدنيا، ثم يتذكرها، فإذا تذكرها قال: وقالوا الحمد لله الذي هدانا. الحمد لله أني أنا كنت في الدنيا من أهل الاستقامة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. فمن أجل ذلك يا غالي، والله أعظم نعمة يبثها الله عز وجل إلينا هو الهداية. والله يا إخوان، الإنسان بلا قرآن وبلا سنة، هو ترى بلا روح، فقد الروح، جسد بلا روح. الله عز وجل يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا إخوان، الشيخ نايف أولية يقول: بلال قال كلمة، قال: لماذا صبرت يا بلال؟ قال: مزجت حلاوة الإيمان ومرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فصبرت على البلاء. يا إخوان، الإيمان له حلاوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى يا شيخ نايف: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. كثير من شبابنا وبناتنا الآن ليش ما يذوق هذه الحلاوة؟ لأن أصلاً علاقات الحب اللي مكونينها مي في الله، وليست لله، وليست من أجل الله، فوالله لن يذوق هذه الحلاوة، ولن يشعر بقيمة الحياة، لأنه كون علاقة حب لغير الله وليست لوجه الله، فلن يستمتع في هذه الحياة. الثالثة: أن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف إلى النار، أن يكره الذنوب والمعاصي التي كان يعملها. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. خلاص، من الله عز وجل علي بالهداية، ما أتذكر الماضي ولا أتذكر الذنوب. يا إخواني، والله ما أعظم السعادة. الله عز وجل يقول في القرآن لنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة وما عنده ريال واحد. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقياء مزيد. احنا لما نقرب من الله نستنير بنور الله. والله يا اخواني، ترى حنمشي في الدنيا في ظلام اذا ما استنرنا بنور الله، واذا دخلنا القبور راح تكون مظلمة ان لم نستنير في هذه الحياة الدنيا بنور الله. واذا وضعنا اقدامنا على الصراط سنرى هذا الصراط اسود مظلم إن لم نستنير في هذه الحياة الدنيا بنور الله. كلنا بلا استثناء محتاجين أن ينير الله بنوره. الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، كيف نحصل على هذا النور؟ فين نجد هذا النور؟ فين الواحد ينور قلبه ونور حياته ونور قلبه قبره ونور آخرته بنور الله؟ اسمع إلى نور السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى وهو يخبرك عن هذا النور العظيم. الله نور السماوات والأرض،
مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع. اسمعوا يا أخواني يا أخواتي، بعد ما ذكر الله في سورة النور آية النور، ماذا قال الله بعد آية النور؟ فين تجد هذا النور؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نور الله في المساجد، في الصلاة، الصلاة نور كما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم، نور الله في كلام الله، الله أكبر، في القرآن، في مجالس الإيمان، ينيرك الله عز وجل بنوره. شيخ نايف، الله عز وجل قد سمى هذا القرآن نور. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الله عز وجل قد سمى أيضا هذا القرآن نور، وأخبر أن الله عز وجل أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال الله: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. عندك شخص تتمنى له الهداية، تبغى يكون معاك في طريق الخير، عندك شخص
تبغى يصير من أهل الصلاة، عندك إنسانة عزيزة على قلبك تبغى لها طريق الهداية والاستقامة، ذكرهم بشيء واحد. الله، لا تتعب معهم، ذكرهم بشيء واحد بس، ذكرهم بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يا إخواني، كنت في المسجد النبوي جالس على سارية من سواري المسجد، جلست أقرأ كلام الله عز وجل بيني وبين نفسي، أحسست برجل جانبي تركي الجنسية لا يجيد اللغة العربية، حسيت أن هذا التركي يريد أن يسمع مني القرآن. رفعت صوتي وحبرت القرآن، زودت الترتيل شوية، حسنت صوتي من أجل أن يتأثر هذا التركي ويسمع كلام الله عز وجل. فيا أخواني، خلصت صفحة من كتاب الله عز وجل، فنظرت إليه فإذا هو يبكي من القرآن ويخرج لسانه ويضرب لسانه بيده. أنا استعجبت من هذا المنظر، حاولت أني أتواصل معاه، ما قدرت، ما عرفت إيش هذا قاعد يسوي. فنظرت خلفي فإذا رجل تركي آخر يجيد اللغة العربية ويقرأ كلام الله. قلت لماذا هذا الرجل يبكي؟ قال هذا يبكي من القرآن. قلت هذه سهلة وفهمناها. الشيء الثاني، لماذا يخرج لسانه ويضرب لسانه؟ قال هذا الرجل التركي يخرج لسانه ويضرب لسانه لأنه لا يعرف يقرأ القرآن ولا يجيد اللغة العربية من أجل أن يتمتع بالقرآن. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. القرآن كان سبب في هداية أناس قد يأسوا من حولهم من إسلامهم وهدايتهم. أكبر دليل وأكبر نموذج على هذا الكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يا أخوان، من شدة إعراض عمر رضي الله عنه وأرضاه كانوا يقولون عن عمر: لو أسلم حمار آل الخطاب لأسلم عمر بن الخطاب. أسلم عمر وأصبح ثاني رجل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل اللي كانوا يأسين من إسلامه وإيمانه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي لكان عمر يمشي على الأرض وقد بشره الله بالجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ينزل القرآن في 4 مواطن يؤيد رأي عمر. كيف أصبح مبشر بالجنة بآية، وكيف أسلم وآمن بسبب آية؟ يا إخواني، قرآن. الله عز وجل يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. عندما نزلت هذه الآية
وسمعها عمر تأثر فأسلم، كان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما سمع هذه الآية تأثر فأسلم، فحسن إسلامه، فأصبح من العشر المبشرين من الجنة وثاني الخلفاء الراشدين. بالقرآن تغير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سارق سارق عرف بالسرقة، صعد على جدار يريد أن يسرق من هذا الجدار، فسمع تالي للقرآن يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يا إخواني أنا بطلب طلب بعد إذنك يا شيخ سلمان، شيخ سلمان بعد إذنك طلب بسيط، أبغى خمسة من الحضور يكونون في يوم من الأيام سمع آية من كلام الله أو سمع مقطع من كلام الله فتأثر بهذه الآية وبهذا القرآن وتغيرت حياته للأفضل. أبغى خمسة بس، أنا لو طلبت 50 حيجون، أبغى خمسة يشرفوني على خشبة المسرح يقول لي إيش الآية اللي أثرت في حياته وغيرته للأفضل. تعال تعال السلام. باقي أربعة، هاي إخوان أربعة. تعال يا شيخ، تعال يا أبو كاب، تعال تفضل. والله يا إخواني إذا أردنا أن نتأثر وأن نؤثر فعلينا بكلام الله، إذا نبغى حياتنا تتغير من اليوم أقبل على القرآن، أقبل على السجود. يا أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل حبيبي. يا مرحبا. باقي لنا، تفضل تفضل. خلاص كفاية، حنا قلنا خمس، خلي لا يتفضل تفضل. أفا يا ذا العلم جاء عندنا هنا، خلنا تفضل يا غالي، تفضل تفضل. الله يسعدك يا شيخ، اعطيني المايك. السلام عليكم. يا هلا، كيف حالك؟ سلام. طيب اعطيني المايك شيخ منصور. تفضل حبيبي. يا مرحبا، نتعرف عليك. نصار المريسي. والنعم والنعم. تفضل يا شيخ. تقول الآية؟ يا ليت. دقيقة دقيقة، متى سمعت هذه الآية؟ سمعتها من الشيخ منصور. الله. قبل كم؟ أنا كل يوم أسمع الشيخ منصور. لا بس أول مرة تقريبا قبل كم؟ أول مرة تعرفت عليها منتزه خليفة. قبل سنة تقريبا. إيه. طيب إيش هي الآية؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يسعدك. خلاص أنا بأطنش الشيخ منصور من اليوم، أنت تروح مع المحاضرات. الله يسعدك يا شيخ. إيش سوت فيك هذه الآية لما سمعتها؟ ساكل كل الآيات ما لعب. لا بس أتأثر فيها. إيش أثرت فيك؟ حياتك تغيرت للأحسن للأفضل، كيف مشاعرك؟ كيف قلبك؟ والله مرتاح. من بعد القرآن؟ من بعد القرآن. وعلاقتك مع الله زانت؟ الله يوفقك. الله يوفقك. إحنا سعيدين جدا بشوفتك، أسأل الله أن يرضى عنك. بارك الله فيك. نسمعها من الشيخ منصور؟ الشيخ نايف. صدقني منك أحلى كان. الله أكبر. بالله خلي عيدها. تفضل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله يطمئن قلبك ويجعلك ممن يقول لهم وينادى يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة. الله يسعدك يا نصار مثل ما أسعدتنا وسعدت الآلاف اليوم. الله يرضى عنك ويجعلك من أهل القرآن، بس نبغاك تبدأ تحفظ القرآن.
كذا ستة شهور حافظه كامل؟ لا لا كثير؟ كمل بقي لك 28 جزء إن شاء الله، وأسحب على الشيخ منصور. آمين. سبحان الله يا إخواني، يعني تذكرت آية بسبب آية أخرى. ما شاء الله أبو تميم، ترى أبو تميم رياضي. الله المستعان. تذكرت آية بسبب أخوي اللي قرأها، آية أخرى. الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس فيها: تكفل الله لمن قرأ كلامه وعمل به، فإن الله لا يضل في الدنيا ولا يشقيه يوم القيامة. طيب أبو تميم تفضل. ناخذ الشيخ. قلنا خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة. الخير ما حد يمل منه، أنا والله متأكد لو طلبت مية حيجون مية. تفضل يا شيخ، الاسم الكريم. عبد الله غزال. عبد الله، عبد الله، إيش الآية اللي سمعتها وأثرت في حياتك؟ يقول الله عز وجل في كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عبد الله، متى سمعت هذه الآية؟ والله من صغر يا شيخ، لكن أثر فيني في محاضرة من فترة، يعني تقريبا 7-8 سنوات كذا. طيب، وش صار فيك بعد ما سمعت هذه الآية وتأثر؟ والله يا شيخ، يعني الشيخ اللي ذكرنا يا جزاه الله خير، يعني ذكرنا في الموت والآخرة وعاقبة الإنسان والجنة والنار، وشرح لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصراط والجنة والنار وطريق الصراط وكيف يمر عليه الإنسان مسرعا وكيف يمر عليه بطيئا والمراحل التي يمر الإنسان فيها في نعيم الجنة. فيعني ذكرتنا بالآخرة وبالمرحلة التي قد يصل إليها الإنسان في هذه الدنيا، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. ف يعني دائما جعلتني هذه الآية دائما أتأكد يعني أن الإنسان في هذه الدنيا هي حياة صعبة، هي مشقة. الوصول إلى طريق الجنة دائما لن يكون ملبد بالورود، هم ملبد بالصعاب. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح، الزحزحة في اللغة العربية لا تكون إلا للشيء الثقيل، فهي شيء صعب جدا في هذه الدنيا، لكن إن تمسك الإنسان وتوكل على الله واتقاه فبإذن الله سبحانه وتعالى سينجو من هذه. قول أمين، قولوا أمين. الله يزحزح ويزحزح والديه وجميع المسلمين والحاضرين عن النار، قولوا أمين. ما شاء الله يا شيخ سلمان، سجل عندك خطيب بإذن الله، هذا خطيب بإذن الله عز وجل. الله يوفقك يا عبد الله. شيخ نايف، وكيف حياتك الآن؟ بالله لما أنت صار في حياتك ذكر للآخرة، ذكر للموت، ذكر للجنة للنار، هل حياتك أصبحت كئيبة؟ لا والله، الحمد لله، يعني دائما نحاول قدر المستطاع أن نرضي الله سبحانه وتعالى. الله، كل بني آدم خطأ، لكن مهما أخطأنا من ذنوب نتأكد أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. الله يوفقك. الله شيخ نايف، تفضل شيخ مصر. عندما قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والله الفوز الحقيقي مو لما يفوز فريق، لا والله، الفوز الحقيقي لما تنجى من النار وتدخل الجنة. الله أكبر، والله العظيم يا إخواني، الفوز الحقيقي الله عز وجل في القرآن سماه ذلك الفوز الكبير. إيش هو؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. الشيخ، الاسم الكريم. أخوك علي أحمد. أخويا علي، إيش الآية اللي سمعتها وغيرت فيك وأثرت في حياتك؟
الآية اللي أنا سمعتها غيرت مني وغيرت مني للأفضل بفضل الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شيخ علي متى سمعت هذه الآية؟ قبل كم؟ قبل سنة. قبل كم؟ قبل سنة. أنت قبل سنة كذا بلحية ووجهك حلو كذا منور؟ قبل سنة أنا شيخنا يعني أنا كنت في ضياع يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ما سمعت هذه الآية الحمد لله. ربنا وفقني للخير وللطاعة ونحسب أنفسنا كذلك ولا نزكي أنفسنا على طاعة. الله أكبر. سألتك لك كيف حياتك في السنة هذه؟ والله شيخنا أنا بداية أنا سألت الله سبحانه وتعالى طبعا كنت بسمع لحضرتك والشيخ منصور أن يجمعني بكم. والله أنا كنت أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم حتى أحث هذه الراحة النفسية اللي أنا أحسها الحين. والحمد لله الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني سمع لدعائي وجاء بكم إلى البحرين سبحان الله. فالحمد لله أنا الحين شيخنا أنا سنة عايش الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في راحة نفسية عايش في طمأنينة عايش في سعادة رغم إني يعني سبحان الله ممكن ما أملك من المال الكثير ولا متزوج ولا والدي والدتي رحمة الله عليهم يمكن ما في أسرة بس والله إني أحس براحة نفسية بقربي إلى الله سبحانه وتعالى وبعبادتي وبصلاتي وسجودي وركوعي واتباع سنة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا أعمالنا الصالحة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجمعنا والجمع الكريم هذا ويجمعنا بك وبشيخنا منصور في الجنان أمين يا رب العالمين. أسأل الله مثل ما أذن لنا الله عز وجل في هذه الليلة أن نجتمع في هذا الملتقى أن يأذن لنا فنجتمع في الفردوس الأعلى. طيب يا شيخ نايف يعني سبحان الله يا أخوان الآية اللي قرأها فيها أربعة أمور نريد أن نركز عليها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في شفقة الله أكبر ما قال يا أيها الذين فسقوا يا أيها الذين أجرموا يا أيها الذين فعلوا ما فعلوا لا بكل رقة وبكل عطف وبكل حنان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الله أكبر. يعني حتى كلمة أسرفوا ترك أسرفت على نفسك كفاية خلاص كفاية ذنوب ومعاصي. شوف كيف الرحمة من الله عز وجل. الله أكبر. طيب هذه الأولى لا تقنطوا من رحمة الله. الثانية لا تقنطوا من رحمة الله. الثالثة إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. الرابعة إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. يا عبادي هذا خبر من الله عن أحوالنا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله عز وجل يقول استغفروني أغفر لكم وإن عظمت الذنوب. أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها. الشيخ اسمك أيمن حامد. نعم يا شيخ أيمن. إيش الآية اللي سمعتها وأثرت فيك؟ بسم الله الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. متى سمعتها؟ قبل كم؟ 9 سنين. قبل 9 سنوات ولحد الآن مؤثرة فيك. إيش صنعت في داخلك؟ إيش سوت في نفسيتك؟ قوة من الإيمان داخل. بعدين سمعت من صاحبي يعني هو القراها وحفظت. الله أكبر. تعليقك شيخ منصور ولا قرأنا الآية؟ يا أخوان الله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. تعرف إيش معنى الرحمن؟ رحمة. هذه رحمة لجميع الخلق. الرحمن أي رحمة تعم الخلق جميعا، حتى الكافر يتقلب في رحمة الله. الله أكبر. حتى الكافر يتقلب في رحمة الله. الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. وهناك أحبابي في الله رحمة خاصة. الله عز وجل يقول وكان بالمؤمنين رحيما. الله يجعلنا ممن يخص الله عز وجل برحمته. يا رب يا رب يا رب. الاسم الكريم عبد الرحمن طنطاوي. النعم يا عبد الرحمن. عبد الرحمن ايش الآية اللي سمعتها؟ اولا استسمحني قبل ان اقول الآية، لان هناك حملين على صدري اريد ان ازيلهما. نزل عمي خذ راحتك. فالاول والله اني احبكما في الله. الله يحبك ويجمعنا وياك بهذا الحب تحت ظل عرشه وما لا ظل الا ظله. والثاني هناك اصدقاء لي من مصر عندما علموا انني هنا اوصوني بان اخبركم بانهم يحبونك في الله. حبهم الله وجمعنا الله واياهم واياك وجميع المسلمين في الفردوس الاعلى من الجنه. بس نايف من قدي انا اليوم، من قدي المصريين بيحبوني. عظمه والله عظمه. الله يسعدك يا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. سيدك عبد الرحمن قبل كم سمعت عبد الرحمن؟ سنة إلا شوي. إيش سوت فيك؟ 180 درجة. للأسوأ ولا للأحسن؟ للأحسن أكيد. يعني بالله في واحد من بالقرآن أثر للأسوأ؟ الله يجزاك خير شيخ نايف. الا كيف عبد الرحمن بعد اذنك ابو باسل، كيف نفسيتك في السنه هذه؟ الا والله انا عاصي، ولكني كما قال الشاعر انا المضطر ارجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيب. الله اكبر. والله لو ندري انك انت هنا ما جينا. انت تلقي المحاضره ما شاء الله. والله ما شاء الله تبارك الله عليك. الله يسعدك وان شاء الله نشوفك باذن الله خليفه للمشايخ. تصير ابو اسحاق الحويني 2 ولا محمد حسان؟ محمد حسين يعقوب حته واحده. الله يرضى عنك يا ما في لحيه ينفع بك. لا اهم شيء القلب، اهم شيء قلبك. خلي اللحيه بعدين، اذا انت رب اللحيه حقت القلب بعدين تطلع اللحيه حقت الوجه ان شاء الله. الله يسعدك شيخ نايف. سبحان الله قرأ آية عجيبة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة في الدنيا. يقسم المجرمون يقول والله ما لبثنا إلا ساعة في الدنيا. كذلك كانوا يؤفكون. الله عز وجل يقول لهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟
قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا أخوان في آية في سورة الأنعام والله أتمنى الجميع يحفظها ويكررها بين وبين نفسه حتى لا تغر هذه الدنيا كما غرت الكثير. اسمعوا وتمعن. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ختم الآية بماذا؟ أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. الله أكبر. والله صراحة كل واحد من الشباب والحضور والإخوان والأخوات كل واحد قاعد يجيب آية قوية. والله حجة. والله يا إخواني أنا تأثرت. والله تأثرت. أبو تميم. فمن زحزح عن النار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أخونا هنا قال الحديث القدسي فاستغفروني أغفر لكم. الشيخ هنا قرأ بدايات سورة الرحمن هذه اللي فيها صفة الله عز وجل. سورة والشيخ الروم. هنا من الروم يعني تصف حال الناس يوم القيامة. باقي عندنا الشيخ الاسم الكريم ناصر صلاح. والنعم يا ناصر. ناصر إيش الآية اللي سمعتها وأثرت فيك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قبل كم يا ناصر سمعتها؟ تقريبا بعيد بعيدة كم من شهر. يعني العبد المخطئ يحس ان الله سبحانه او انه هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فهالايه تخليه يطمئن ان الله قريب منك وفوق ذي بعد بيستجيب لدعوتك. رساله يعني من الله سبحانه وتعالى للعبد المخطئ ان انا يعني حتى لو انت بعت عني انا قريب. ايش سوت في نفسيتك يا ناصر؟ اطمئنان ان اذا كل الناس بعيدوا عني الله بيتم قريب. الله اكبر يا اخوان. واذا سالك عبادي عني. تبون تسمعون بصوتي؟ تثبت ان شاء الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن لازم شرطين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استجاب الإنسان لله وآمن بالله حق الإيمان الله عز وجل يستجيب دعاء. في ملاحظة يمكن أنتم لاحظتوها معايا الآن. 1 2 3 4 5 6 7 وأخونا نصار 8. بالله كم إمام مسجد؟ كم صوت مرشح أن يصير إمام مسجد؟ لحد الآن يمكن عندنا هنا على المسرح 4 إلى 5. هذولا مشاريع أئمة مساجد جاهزين أصوات ما شاء الله وحناجر ذهبية. بس مشكلتهم لسه ما عرفوا قيمة أنفسهم. أنت مكانك وأنتم كمان مكانكم المنابر المحاريب. هذه مكان اللي يليق بكم. إن شاء الله نشوفكم في المنابر تأمون المسلمين قريبا. والله أصوات ما شاء الله. اللي ما يبغى يصير إمام مسجد يعطيني حنجرته. ترى انا ناقصني الصوت. بس انا اجيب الشيخ منصور بس عشان صوته. لو ربي يرزقني بصوت خلاص من بكره. ترى الله والله يا اخواني ترى اقول لكم على حاجه سر بيني بينكم. ترى انا صوتي حلو صوتي جميل
ما شاء الله. بس برضو اخواني العين وكذا الواحد لا العين ان شاء الله ان مؤمنين باذن الله ما يجينا الا شيء كتبه الله عز وجل. بس برضو بعطي الشيخ منصور فرصه يعني مو معقول انا اخذ الجو كامل يعني. تفضل الشيخ بسم الكريم. ابراهيم اشرف يا ابو خليل ايش الايه اللي سمعتها واثرت فيك؟ هي بصراحة مجموعة آيات بس من ضمن الآيات قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله أكبر الله أكبر. كثير من الناس لما نسمع هذه الآية وأنا أولكم والله أنت تتأثر تأثرك تأثر فيك ليه؟ لأنها تعرفك على حق عظيم من حقوق والديك عليك في هذه الحياة الدنيا. والحق هذا أتى بعد حق الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبحان الله إيش فيه والله العين يا أخوان. إذا جاتك عين مني فأنت ما قلت أذكار المساء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الله أكبر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية ما أبغى أوقف ما نبغى نوقف معها وقفة بالكلام. نبغى جميعا رجال ونساء كلنا نوقف مع هذه الآية وقفة عملية. اللي أبوه حي اللي أمه على قيد الحياة ما أطلب منك رسالة ولا اتصال أبغى أطلب منك شيء واحد الليلة تسويه الليلة تسويه. شوف بأي طريقة بأي طريقة كانت الليلة ادخل الفرح والسرور على أبوك وأمك بأي طريقة ترى بهدية برسالة باتصال. لا أعطيكم طريقة أحلى والله كنت قبل سنة في تركيا ومعايا شاب عمره 21 سنة أول مرة يسافر يبعد عن أمه قلت له ركان عندي لك طريقة حلوة تسويها مع أمك. قال ليش هي؟ قلت طلع جوالك هو كان منشد صوته جميل قلت له أنت دائما تطلع في التلفزيون وتطلع في السناب شات وفي إنستغرام وتنزل وتنشد وتطلع صوتك للي يسوى واللي ما يسوى هذا الصوت أمك أولى الناس به. طلع جوالك افتح الكاميرا فتح الكاميرا قلت حط على السيلفي حطه على السيلفي قلت يلا نشد الأمك قل يا أمي سلام عليكم يا أمي هذا الفيديو أنا مسجله لك أنا مصور هذا الفيديو خاص بك أنت أبغى أعبر لك عن مشاعري أبغى أعبر لك عن حبي. والله يا أخواني قال هذا الكلام ثم نشد أمي يا نبع الحنان مقطع دقيقتين أو ثلاث دقائق ارسلوا لأمه شوية إلا واحدة من أخواته أو خالاته وعماته قدرا لما أرسل المقطع من الفيديو من تركيا أمه كانت جالسة مع مين؟ كانت جالسة مع بعض قريباته خالاته وعماته وكذا فتحت الفيديو وقعدت تشوف ولدها ضناها بكرها وهو مرسل لها فيديو قاعد يعبر عن حبه ومشاعره تجاه أمه. والله تقول له عمته أو خالته اللي اتصلت عليه تقول والله إن أمك تشوف المقطع ومن شدة فرحها بالمقطع تبكي. الحين احنا الفيديوهات والرسائل والاتصالات والكلام الحلو لمين؟ لأصحابنا وأحبابنا. والله مشاعر الحب والحنان وأحلى الكلمات وأرق العبارات أقسم بالله أولى الناس بها أمك وأبوك
وقل لهما قولا كريما. عبادة عظيمة اليوم يا أخوان. أرجوكم أرجوكم رجاء الليلة هذه دخل الفرح والسرور على أمك وأبوك بأي طريقة. شوف أمك إيش محتاجة. أعرف واحد أعرفه شخصيا يقول يا نايف جاء علي هم جاء علي غم جاء علي دين محتاج 50 أو 70 ألف ريال. يقول قلت عرفت الحل. هذا واحد من الصالحين الطيبين أعرفه مثل ما أعرف نفسي. يقول عرفت الحل. يقول دقيت على أخواتي قلت لهم أمي إيش ناقصها، أمي إيش محتاجة الفترة هذه. قال والله محتاج الشيء الفلاني. يقول أخذت عشاء وأخذت الشيء اللي تحتاجه أمي ورحت عندها وسهرت عندها وجلست أسولف معها وأتعشى معها وأهمز رجولها وأبوس رجولها. ويقول إلين ما طلعت من البيت من عندها وهي تقول لي الله يسعدك الله يوفقك. يقول أقسم بالله ما عدت 48 ساعة إلا ويفرج الله همي ويقضي الله عز وجل حاجتي. واحد يقول طيب ودي أسوي هذا الكلام اللي أنت قاعد تقول عنه، ودي أسوي عن هذا الشيء، لكن أكون صريح معاك، أنا فقدت أبويا وأمي. أبويا ميت أمي ميتة، ما أقدر أبر فيهم. أقول لك إذا مات أبوك أو ماتت أمك ترى ما انتهى البر، بالعكس بدأ البر الحقيقي. أبوك وأمك إذا كانوا في قبورهم الآن في هذه اللحظة محتاجين لحسنات تدخل عليهم. ما يبغون فلوس، ما يبغون هدايا، يبغون حسنات تدخل عليهم. وما في إلا 3 طرق عشان تدخل عليهم حسنات في قبورهم. طريق أنت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له. ادع لأبوك والأمك حسنات الآن تدخل عليهم في قبورهم. الله يرزقنا وياكم البر. قولوا آمين. شيخ نايف، يعني سمعنا الشباب دول كلهم تأثروا بكلام الله عز وجل. أنا أقول للجميع وأقول لنفسي قبلكم، نحن مع القرآن على 4 أصناف. نحن مع القرآن على 4 أصناف. الصنف الأول قولوا آمين، الله يجعلنا منهم. آمين. الذين آتيناهم الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هذا الصنف الأول، صنف من أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله يجعلنا منهم. هذا الصنف الأول، الصنف الأول يتلونه حق تلاوته. الصنف الثاني صنف جعلوا لهم وردا من القرآن، جعل لهم حزب من القرآن، صفحة صفحتين 10 صفحات جزء في اليوم. الله عز وجل يقول فاقرؤوا ما تيسر منه كن منهم. الله عز وجل يقول فاقرؤوا ما تيسر منه، اجعل لك ورد من أجل أن تعيش حياة كريمة. وأيضا الصنف الثالث صنف لا يقرأ، لا يستطيع أن يقرأ كلام الله ولكنه متمسك بالقرآن. كيف؟ يذهب عند إنسان أو يفك المذياع ويسمع كلام الله. الله أكبر. الله عز وجل يقول عن هؤلاء وإذا قرئ القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واحد كان من أهل المدينة ما يحسن يقرأ يا إخواني، ولكن عندما دخل المدينة كل ما يدخل مسجد رسول الله يذهب عند إنسان يجيد القراءة فيقول له أرجوك أن تقرأ علي القرآن من أجل أن يستمع. ففي يوم من الأيام دخل هذا الرجل ومعه المصحف، فوجد رجل شاب يقرأ كلام الله عز وجل، فجلس بجانبه قال أريد منك أن تقرأ لي شيئا من كلام الله عز وجل من أجل أن أسمع.
فقام هذا الشاب يقرأ يقرأ وذاك يسمع الذي لا يجيد القراءة يقرأ يقرأ حتى وصلوا عند آية فيها سجدة فسجد القارئ وسجد المستمع فقام القارئ ولم يقم المستمع وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من رحمة الله عز وجل به أن قبل الله روحه وهو ساجد. الله أكبر. الصنف الرابع قولوا آمين. آمين. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. وقال الرسول وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا قوم إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذه أربعة أصناف يا غالي لمن أقبل على كلام الله عز وجل. أنا وأنت من أي هذه الأصناف؟ أختم أحبابي بآية الله عز وجل يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى فيه ذكركم؟ فيه عزكم وشرفكم ورفعتكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. ثم ختم الله عز وجل الآية فقال أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. أهل البحرين، أهل الإيمان، أهل الخير، رجال البحرين، نساء البحرين، شباب البحرين، بنات البحرين، اجتمعنا في هذه الليلة التاريخية على ذكر الله على كلام الله. ارتاحت خواطرنا وسكنت أنفسنا واطمأنت قلوبنا لأننا أقبلنا على الله، أقبلنا على كلام الله. اجتمعنا اليوم ما اجتمعنا للدنيا، اجتمعنا للدين، اجتمعنا على القرآن، اجتمعنا على الإيمان. ارتحنا، نبغى شعارنا يا شيخ منصور مدام إنك أقبلت اليوم. اليوم أنت أقبلت وأعطيت هذا الإيمان وأعطيت الدين وأعطيت القرآن جزء من يومك ساعة أو ساعتين. نبغاك بعد هذا الإقبال اللي أقبلته وبعد هذه الراحة اللي ارتحتها وبعد هذه الطمأنينة اللي بديت تحس فيها يكون شعارك سأقبل سأقبل يا خالقي من جديد. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ أنت تناجي الله وتقول يا رب أنا أعاهدك أنني سأجدد العلاقة بك من هذه الليلة. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد
فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا يوم عيد قلها بقلب صادق سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم لماذا أحبك ربي وهذا رجاي بأنك تقبلني يا كريم بأنك تقبلني يا كريم الليلة هذه ليلة صلح مع الله نتصالح مع الله وعرف الاستغفار يا أخواني واحد عرف الاستغفار بكلمة واحدة قال الاستغفار هو الاعتذار جاء الوقت اللي نعتذر فيه من ربنا سبحانه وتعالى ونقبل عليه والبداية يا شباب ويا بنات اللي باقي إلى الآن في الملتقى ما صلى العشاء يبدأ بصلاة العشاء يصلي يقبل على الله سبحانه وتعالى فهذه ليلة الله جمعنا من أجل أن يرحمنا أسأل الله أن يرحمني وإياكم برحمته شيخ وصف. نايف كن من قال الله فيه وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من التائبين اللهم اجعلنا من المنيبين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا أكرم الأكرمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم إلهنا وخالقنا ورازقنا اجعلنا من أهل الإيمان اجعلنا من أهل الإيمان اللهم أحسن خواتيمنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا أنت اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة اللهم اجعلنا نخرج من قبورنا آمنين مطمئنين يا كريم
اللهم احشرنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا، اللهم ارحمهم كما رحمونا، اللهم إلهنا من كان منهم حيا اللهم أطل عمره في طاعتك، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا واجعلهم إلهنا من الراشدين، إلهنا من كان منهم ميتا رهين عمله في قبرك، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلهم يقومون من قبورهم آمنين مطمئنين يا أرحم الراحمين، وبشرنا وبشرهم إلهنا بدخول الجنة يا أرحم الراحمين.